السلام عليكم خوتي الزول، تحية كل الشعب الجزائري والشعب العربي، تحية متبادلة من قناتكم قناة أوروفي نجديزات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية. خوتي حصة اليوم إن شاء الله سنتكلم على الكاف وقائمة تحكيم للكاف التي ستدير الشان بالجزائر يوم 13 جونفي 4 فيفري. تكلمنا آخر مرة على من سيسير الكاف، قلت لكم في 132 واحد كان 4 جزائريين فقط. الكاف مرة ثانية بالوثيقة يقزم الجزائر في عقر دارنا. ما فهمتش هاد الناس تاع العفاف تاع وزارة الشباب والرياضة، وين راكم من هاد تهيشير؟ وين راهي لجنة التحكيم السيافة بقيادة المونديالي حمودي البارون؟ ما على باليش واش راكم ديروا غير السيمينار والماكلة والرياض. غادي نحكوا على هذه القائمة، ومن بعد نحكوا شوية على التخرويض والفساد لجنة التحكيم الجزائرية. للأسف شفت القائمة تشوكيت، كاين فرانشمون ما فهمناش، كاين حوالي واحد 18 و19 على 37، 37 و6 43 و12 55، حوالي 55، وهنا كاين 3 56، حوالي 60 واحد مش عارف كاين جزائريين. خوشمو ربعة بالدراع، كاين تريو ليت بي تاع لطفي بوكواسا ومع أكرم جيدي توش مع إبراهيم حملاوي سيد علي، هذا ما كاين ثلاثة. وفي آخر دقيقة زادوا لحنو إبراهيم استنجدوا به، كان عندهم مشكل في حكام الفار. والبلاد بلادنا ربعة حكام في 60 واحد، على الأقل يدونا جوج تاع التريو ستة وزوج ولا واحد فار. في الفار الله يبارك خوتنا مغاربة ربي يعاونكم، والله نستعرف بالقجان تحيلة قوي في هاد الأمور. هو عنده في الفار عنده زوج، عنده قزاز وعنده برانسي زكريا برانسي، احنا عندنا واحد وجابوه اخر دقيقة، ما كانش كاع بروغرام ابراهيم شاوش، عفوا ابراهيم لحلو ابراهيم. ورانا احنا ما على بالناش، ورا هذا حمودي مونديال اللي قال لك غادي يدي بوست فلاكاف وغادي يدي عفوا غادي يدي تاع شمال افريقيا، وراه ما على باليش، وراه ما على باليش، وانا رايحين بكم. هادي غير شان ماشي كان، شان تاع يجيبو حكام النخبة بي كاتيجوري دو، لي طالون لي جان طالون لي ماناش نهضرو على بو غربال، غرب ماشي غربال ممنوع يجي كاع لي زاربيت الكبار ممنوع اربيترو لهاد، لانها شغل دوران ما عادش عندها قوة كيما الكان. ولكن في 60 واحد ومحقورين، والراس بزاف، ونروح حمودي نضرب الطابلة اخويا، انا كان راي في بلادي، الشان راي في بلادي، دي لي دو تريو وجوج فار فيريفيت الشان تاع كاس افريقيا تاع النساء في الشقيق المغرب، كانوا كاينين 8 اخويا، 8 تاع الحكام، وحنايا في بلادنا 3. ولا حلو دمروا قال لك سكون مع التالية، معلومات اللي عندي، باسكو هذه هي اتحادية فو، كل شيء فو. ما عندناش، باسكو حنا جبنا رئيس اتحادية خرشوف يعينهم، شكون عارفنا بشكون يعينهم، سي بون. ما على هذه غادي نكره حياتي اقسم بالله. نروح للجزء الثاني، هي على السيافة اللي قاعد بالاربيتراج، باش نقول لكم بلي راكم في راسي وغيامات، ونزيد نقلع لكم تقليعة اكسيري ليها، خاصة نحاس باصا، نحاس باصا محلل التلفزيون العمومي اللي راك حاكمة لوك انت والبارون رئيس السيافة البارون باريزيان، حاكمة لوك ورفد نحاس باصا، رفد المغرف تاعك وطبسيك
مطالقها من بلاد البلاد، هادي شلف، هادي الطارف، هادي الجي، هادي مديه، لو كانوا يديروا شامبيونه يا جدك تاع الغابه، الحلاليف كونتر السبوعه، ولا كونتر الحلاليف كونتر الضبع، يديروا ماتش انت تروح تسيفلي تدي مغرفتك. بس هي انا حاسس تباصا يوني نملك في واحد الدوسي غادي نفلاشيك من مليون تي في. فوالا، وسمعت اليوم في الراديو خونا عابد شارف اللي خرج لوترات نحول الشارة الدولية، وخرجت شتو في شتو قال باللي غادي نشتغل في هذه السيافة تاع حمودي. عابد شارف انا كنت نبغيك بزاف وضربت عليك بزاف ملي كنت محكور، بصح لم ارى نفاقا في كرة القدم الجزائرية كما النفاق في لجنة التحكيم، في التحكيم الجزائري. نحاس تباصا ما يشمش البارون تاع السيافة اللي تعرفوه المونديالي، والمونديالي ما يحملش عبيد شارف ما يتشاموش، كان دابحه في الضربة تاع مي كان يدير ديكات في لاكان في لاكوب دافريك وليك دي شامبيون، كان ونحاله الشارة الدولية ودروك باغي يخدم معاه. ولحس باصه ما يبغيش لا البارون لا عبيد شارف، ما فهمتش شو باغي يخدمه. ماني فاهم والو. عبيد شارف تجي عليك محلل في التلفزيون العمومي، هذاك السيد تاع التلفزيون العمومي اللي راه يضرب عليك، ولا يضرب عليك يجيبك محلل. بس كنا عبيد شارف نقول لك اذا خدمت معاهم راك سنيت شهاده الوفاه تاعك. ما عندي وين نروح بيك نضرب عليك في القدام، باسكو على بالك باللي هادو ايامهم راهم معدوده. باسكو المستشار تنحى، شفت الفيديو اللي فات قولهم يبعثوا لك تاع المستشار اللي كان يعين رؤساء الفاف وكان يحمي فيه بالماضي، راح زبزافو بالماضي، بقاو بلا جناح، يروح بالماضي يروح زبزاف، هادو قاع يروحوا معاه، هادو راهم يبروفيتو وحوسوا يخدموا بيك. شوف، ولا حاس باصا يحسها بارتو، يجي هودي يخدم معاه، ما يحبوش يفهم. لحاس باصا يخدم بالبارون، والبارون يخدم به في السيمينار يهضر الله، وهذاك جيم كين كونغ هذاك يدير في دراهم باردين. نزيدو متجيبة، قلت لكم صافي 3 ما بلي متجيبة ما كانش، راح متجيبة باي باي، هاي درك ما كانش. بقى يديروا ايشالي، مسكين ايشالي، نبغيك بزاف ايشالي، والله لا نبغيك ونقادرك، ما على باليش كيف كوروك ونحاولك الشارة الدولية، غادي تشتاقها، غادي يجيبوك في السيافة تربح لعيب باطل دريان تيتو، كون قعدت مع مصطفى غربال بقدرك تحواس الدولار حكمت لك، وعد تبعت هذا بنادم قام دخلك في حي دبر لسانك. شوف عابد شارف كان غير درت كيما ايشالي، ايشالي ساعه مسكين صاحبه من بكري كان يخدم معاه الي بوك، ولكن عابد شارف كنت درت كيما بنوزة ما نخدمش خويا، بيروح الرياح سي با لو مومون، بس كادو هم رايحين تخدم معاهم صاي غادي تنحرق، اللي غادي يجوا موراهم ما يجيبوكش. عابد شارف غير ينسى، راني نقول لك روح محلل جي عليك، دبر راسك راك كبير وتعرف، ضربت عليك انا في لافير تاع الام سي يو، طلقوا فيك الدعايات وعيطوا لك تمنو خاطيه غير الكورتي راهم يخدموا باسمه، معليش. ايش اللي مسكين خدموا به، مسكين نحاوه وجابوا هذاك بن عمير انا سملاه، بصح صابوه صاحب زفزاف، عاودي خليها ربي وصاي. ما فهمتش النفاق هذا، ما فهمتش والله ما فهمت. وهو حكاو لي على حلالشي قالوا لي داره هي هو يديزيني لي زاربيت في الانتر ليغ، قبل ما نروح حلالشي عابد شارف مي تروح تخدم معاه، نتحداك تعاون كاش اربيت من قسنطينه غادي تربح لاعب باطل، نتحداك دومونديه في كاش عفسه وتقول له غادي نديزيني داك الاربيت في داك الماتش، والله ما ديرها. ادوات غير رابط صفاره كيما جمع عليها مع هذا تاع السياره مسكين هذاك عمري تاع تيارات وهذا وكاع مساكين، غير رابطين صفاره ويدوروا. يا حسره شرني قرا قول غادي تولوا خضره في الطعام كيما حلال شي، خضره فوق الطعام حلال شي اللي كان في الحياه كان يهضر طلع انا وانا وانا، داروا هو يعين تاع الانتاليك نشوفوا قالوا لي هو راه يعين، هيا حلال شي انت راك خضره فوق الطعام، روح. وبن زهره قالوا لي راه شاب علي ماتش عم بن زهره، وقالوا لي هذاك الاربيت اللي دار الديكا تاع جيجل هذاك تاع السطات الماتش تاع جيجل اللي دار كوارث عظمى ديزينا كونتر في الماتش تاع مديه، هو مشي قالوا سيسبوندي حتى فان داني ولا هذا تليفونات، يا ترى هي البارون ديزينياسيون راك داير حاله فيها.
وعلى بالي تحوس، وعلى بالي بلا فار تاع مستغاليم وياه، وراه يخلص مليح هذاك، ياه هذاك الماه تاع الحديد راه يخلص اون بيتي، خلا دو 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 وغادي يطلعوا الخروب. طلعوا 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 يا ودي، نهايتكم مأساوية، تدخلون التاريخ من أوسع أبوابه. ونادر راه داير حالة في مقرى، اه تاع مقرى شراه صاي هذاك تاع مقرى، اه بابا بابا بابا. وتوابتي وبن يحيى راكم في المجهر، شفتوا بن يحيى نهارك نهار معايا، بالي بلي راكم منبطحين له. عمري ما شفت انايا في العالم حكام دوليين يديزيناو في القسم الثالث، ايماج تاع جيجي الاقبو، باسكو البارون خايف من بوحنيكا وخايف من فلان ومن فلان. انا شفت هادو لي كرون اربيت يديروهم في الماتش تاع فان سيزون، ماتش كابيتال تاع طلعه، يا حسراه يا حسراه. قالوا لي درت في بوكي واسع، دار فلان دار فنتان، يا ودي خليها خليها ربي، خليها خليها ربي، ما خوفي اعظم يا حبيبي يا حبيبي. لا كان وما دارهاش، هذه كان يدير لي زاربيت انترناسيون ديرهم في تروازيام ديفيزيون، تهودهم تحت الدواوي، ماني فاهم والو. اشبعوا تربوسات، اشبعوا الحيس، اسبحوا كلش، راكم غير رقادو الماكله باش تبين بعد انا خدمت شحال من تربص. كيف انت باغي تقول نطلع طالونجير وانت عندك وخده تاع لي زاربيت في الا، كي دي انت كي غادي دي تطلع غير الهاف تاع ما قال راكم تبدلوا في الدراهم، بدلوا 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 يا حبيبي بدلوا. ودي نقول لك حاجه ما خوف فيها اعظم، واني جبت لكم واحد الحصص وسمعت، قالوا لي شعال، قالوا لي صحفيين، قالوا لي ناس، قالوا لي واجي رايح قر رايح قر في واحد لي زاربيت خاصة انترناسيونال ومحصل فيه كلش، اقسم برب العزة العزة الى خاطيه مسكين. بس نقول لك حاجة، تستمر في حقرة الرجال، ماشي غير هو، كاين دي زاربيت اخرين غادي تحقرهم، راك حقرتهم وغادي تزيد تحقرهم، اقسم بالله ونزيد نسمع بلي تزيد تحقرهم، والله شوف هذا الوجه عقل فيه، اقسم بالله ندخل لك في الديزويت، ندخل لك في السيميت، في السيمات يا البارون، ندخل لك في السيمات، نجبد لك التاريخ والجغرافيا، ونروح لك تالي الصور تاع التقنته اللي كانوا يجوا عندك تعطيهم التقنته ويقول يا ودي خليها خليها. قالها لي واحد بريزون، قال لي كل 3 مرات عنده يحط لنا تقنتنا هيا ندو له البوراك، بصح قال لك كل دوم وتقنته، قلت له ما على باليش الناس تولد صون في يديك. المهم صح صح اخو فيا اعظم، واللي راه جايكم واللي راه جايكم يا حسرة، غير حسبوا ياماتكم، المستشار راح، الله الله المستشار راح يا جدك، زفزف ما بقالهش. لا كان تاع 2025 ما كانش، راح الغالي راح، ايو اطلق مازال مازال، غادي نقرر لكم واحد القرايه. المهم التحكيم غادي ندير له ايامات، لا في الشهر ما طلقكم، مش قلت كوب دي موت نساتكم عليا شويه ومنا، على بالي ديزينيات راهم داك الحاله التخروين، ياكم دايرين حاله يديروا. ولحصت بصراحه غادي نجيب لك واحد الدوسي اسود غادي نخطط فيه، وشي راه هنا نجيبها لك الي روتو. فوالا خاوتي، الجزائر جابوا قالوا لنا جبنا لكم مونديالي باش يصوبي لاربيتاج الجيريان، شفناه باللي في لاكاف ما دار والو، غادي يروح قالوا لي غادي يروح الحياه الريجنسي الدار شومبرا ياكل ويشرب كش ما يضرب من بوصل عمره وصاي، كل واحد يخدم في الانتيري تاع بيرسونيل، دورو ما غاديش تشدو، نتوما غادي تروحوا تشيتو الشان مع الشان، بصح ما راكمش ديزيني، الناس اللي رايحه الشان غادي تدي الدولار، نتوما تدو الخرشف. تحيه لكم 1 2 3 فيفا لاجيري.